السلام عليكم. اليوم راني مع تلميذ الرابعة متوسط، المقطع الأول، وراح نكتبوا مع بعض فقرة عن مقام الشهيد اللي الاسم تاعه هو The Martyrs Memorial. إذا شفنا في الدرس عندنا معلومات على هذا المعلم اللي هو Landmark ولا Monument. عندنا الارتفاع تاعه Height 92 متر، الموقع Location Algiers، مدينة الجزائر العاصمة The Capital City Algiers، المصمم ولا المهندس يعني the designer or the architect هو بشير يلس. عندنا تاريخ الافتتاح في 1982 بمناسبة الذكرى العشرين لاستقلال الجزائر. So it was opened in 1982 on the 20th anniversary of Algeria's independence. هذه المعلومات راح نستعملوهم إضافة إلى الدرس اللي درناه في الغرامير اللي هو the passive form. نطموهم ونكتبوا مع بعض وضعية إدماجية بزاف شابة، تبع معي. إذن The Martyrs Memorial is the most famous landmark in Algeria. هو أشهر معلم في الجزائر. It is located in the capital city Algiers. يقع في مدينة الجزائر العاصمة. It is about 92 meters high. ارتفاع تاعو يبلغ حوالي 92 متر. This monument was designed by Bashir Yillis. هذا المعلم صمم، شفتوا هنا المبني المجهول the passive form، صمم من طرف بشير يلس. It was opened in 1982 on the 20th anniversary of Algeria's independence. هذا المعلم يرمز إلى المراحل الثلاثة لمقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. إذن The Martyrs Memorial symbolizes the three stages of the Algerian struggle against the French colonization. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم كانت مفيدة والفقرة تاع اليوم كانت مفيدة. تهلاو في روحكم وفي والديكم. سلام.